استغفر الله العظيم أتقول إيه؟ مالك؟ أنا؟ لا لا ماشي معك ماما، أنا كتسمعني صباح ومن خلاني. مالك لالا صباح؟ شنو دابا كتسولني واش منيتك؟ كيفاش منيتي؟ كنسولك عادي، خصك تشوفيني. مالك؟ صباح مالك ياك لاباس؟ مالكي كتموتي على الغوات؟ سولك جاوبي، مالكي كتطعني فيه؟ صدعتي ليا ودني. أنا قلت لك ما تعصبيش ماما، أنت سولتك أنت تجاوبيني ويدوز كلشي بخير وعلى خير، أنت كيعجبك الصداع بصحة صباح. أنا نعاودها مليون ألف مرة، مالك؟ ألا لا صباح. واخا ندير راسي بحال ما سمعتكش أنت وماماك. زعما أنت ما عارفش مالي؟ صباح واش نكون أنا عارف وغادي نسولك؟ ما جاتش ياك يا ماما، ولكن سول فيها ما بغاش تقول لي. دابا فاش عينك؟ واش ما فهمتكمش أنتوما؟ مالكم دايرين عليا بحال هكا؟ دابا أش درت أنا؟ أنا غوت، أنا ضريتك في ودنك. عرفت كديري راسك طريفة دابا فاش كتكون ماما، ما كون ما كانش كون طرتي عليا بشي عفا الله يستر وصافي. انا شوف شكون شوفي شكون الوغ سي تو في سافوار ايوا سيدي راك نسيتي. شنو نسيت انا دابا؟ شنو ناسي انا ماما؟ ناسي شي حاجه؟ يكون في عوانك معاه. لا بقاي بحدايا، ما تمشي عليا فين. يمكنش يمكنش يمكنش. شنو هادي؟ شكون اللي جا؟ شكون واحد الشخص معروف بغى علال. شكون اللي كيسول على علال؟ وليد توفيق مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، ان شاء الله ما نكون ازعجناكم. لا لا استاذ وليد، اهلا اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. هذه المفاجاه اللي درتها ليش تعمل اسكي؟ مرحبا مرحبا، انا فريد بن غريب. فريد، اهلا يا فريد. اهلا كيف الحال؟ اهلا وسهلا استاذه. اهلا معك حسنة. شرفين حسنة، شرفين. تفضلوا تفضلوا. شكرا مرحبا مرحبا، نهار كبير هذا الاستاذ. شكرا. صباح قول لي السيد جا على غفله، قول لي واش مقدانا؟ لا ويلي يا خالتي، كنتي ما كتبغيش الموسيقى واش بغيتي تحمقيني؟ الموسيقى راه فيها وفيها. يالك خطرتاني في البال وتاني في البال ناري والجمان ساني والجمان. مالك؟ اسمح لي يا بنيتي، هزني غيواني مشيت. وراه ندير لك واحد المفاجأة. مفاجأة لي أنا؟ شنو هي؟ وليد التوفيق. مالو؟ كاين الفوق كيتسناك. وليد التوفيق كيتسناني أنا؟ تفضلوا. مرحبا. مرحبا بك السي وليد عندنا. يطول عمرك. دارنا. يطول عمرك. مرحبا بك لالا، هذا نهار كبير. الله يبارك لك. لالا حسنة. حسنة، شرفين. السي وليد راه كان مصر باش يجي عندكم. مرحبا بي مرحبا بي. اول مره كتزور المغرب؟ اول مره ازور المغرب. ومش اخر مره. معلوم معلوم. اهلا وسهلا بك. الله يخليك. يا مرحبا يا مرحبا. يلا فين غادي؟ انا اختك بوتيل. يلا شوفوا شيري. وي ميرسي بوكو بور سيت بيل سوربريز. وليد كان حمق عليك. انا من كتحمق؟ الله يخليك. شكرا شكرا، مشكورة. شكرا. كي جيتك ها هو جا حتى لعندك دابا، بقى لي غير تسني لي التنازل. سمحي لي، هذاك الراجل ما بغيتش تشوف. سلال علال. علال وينك يا صديقي؟ اهلا وسهلا مرحبا. سيد صديقك القديم. على سلامتك. أهلا. شكون هو هذا؟ هذا واحد المغني كبير، انت كاع ما تعرفيه. دابا نوريك داكشي اللي كيدير وما تعرفيه. تيدير السيلفيات؟ كيدير الغناء وكيدير حتى السيلفيات، كلشي كيدير السيلفيات. عنده انستغرام؟ عنده انستغرام. اشتغل لك يا راجل. الله يبارك فيك. الحمد لله شفتك بخير. ما كنتش كنظن انك غادي تقبل الشرط ديالي وغتجي عندي حتى لهنا. يا علال هذا مش شرط، هذا تجديد حب واخويه. شكرا. صديق العمر انت. بارك الله فيك. شكرا. الله يسامح علينا، عفى الله عما سلف. عفى الله، وصدقني لو عاد بيا الزمن حعمل نفس الشيء. مرحبا. سي هلال واش انت وسي وليد مصاحبين؟ الله يودي ها هو سولو قدامك. طبعا من 20 سنة. فريد على ما عرفتيش بالله علال كان في مصر 20 عام، 20 ولا 40 ولا شحال؟ 40 سنة، ولكن هو عرفته في 20 عام الأولى تعرفت عليه. أضيف إلى معلوماتك ولدي. سي علال فنان؟ سي علال ابنك فريد ها؟ كيفاش؟ انا هو فريد.
الفرشه. لو تعرف كان دايما دايما يشيل صورتك انت والوالده ويجيب سيرتك ويسال عنك دايما كان، وكان يحب يدلع والدتك باسم ليلى زهيرو. شكي يقول هذا مام؟ فريد ما بقى ما يتخبى ولدي، كل شيء تفضح من بعد. في أي مشكلة؟ واش على الماجورطوم ديالنا هو با؟ على سلامتك لا عرفت يا ولدي. كيفاش على سلامتي؟ انا بغيت نعرف حاجه وحده، واش مسعود الشيفور ديالنا حتى هو عارف؟ اي حتى هو عارف، ملي جابني من المطار حكيت له قصتي كلها، ولكن اماك لالا زهور منعت عليه انه يفشي بالخبر. علان سكوت يا جماعه، شو صاير؟ انا ما عم بفهم شي، شو صاير؟ لا بلاتي بلاتي، شوف انا غنفسر لك كل شيء، ما غاديش نكذب عليك. الماجور دوم اللي كتشوف قبالتك، احنا اصلا ما عرفناش منين خرج لنا كيشي جن تجن هذا الماجور دوم. صدق شنو؟ بات راجلي. علاش؟ حيت السيده مخبيه ليا عكوزتي، وهاد البنت اللي معاك هاد بومبا واش مغربيه ولا شنو؟ شكون اللي صيفطها من سعود مع اللي فاطمه خت ناديه؟ ما فاهم ولا شيء. راه انا ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه، راه لك شي اللي كندخل ونخرج في الهضره راه لا اله الا الله. حتى من بعد غنفسر لك. والله ما انا فاهم شي. كيفاش من بعد؟ هي مسألة سهلة سي واليد، هاد السيد اللي جبتي انت كتقول لي بلي انا هذا راه با، بالنسبة لي انا با راه مات هذه 40 عام. يا حبيبي كيف مات؟ اهو عايش وواقف قدامك. شو اسم ابوك؟ سميتو علال بن غريب. اهو علال بن غريب قدامك اهو. لا هذا جا النهار الاول ويقول لي سميتي علال بن حبيب، كاينه ولا لا؟ يا حبيبي هلا بين علال بن حبيب وبين علال بن غريب ما فيش فرق كثير، هلا مشيها يعني. يعني عمرك ما حضنته وحسيت انه باباك؟ انا مرارا عنقته، ولكن مع ذلك ما كنحس بانه ما حاش بيا كيف انا كنحس به. ما كدوش بينا وبينه الكهرباء. اسمح لي علال، ما كنتش عارف، ولكن بغيت نعرف حاجه واحده، واش نتوما كاملين كنتو عارفين؟ ها كنتي عارفه مام صباح؟ كنتي عارفه مخبي عليا؟ ما كنتش عارفه في الاول. 25 عام ديال الزواج تخبي عليا في هذا الخبر هادي. عمر عمر اش انا ها جاوبت لي اش في المشاكل في الدار ما يخلعوكش؟ حتى انت كنتي عارف باللي لا لا راه هو جدك؟ نقرو نقرو الا بغيتي. واش هاد الهضره عندك اولدي يا عمر؟ شو مالك؟ واش كاين شي واحد كينكر جدو؟ اسمح لي اسمح لي يا جدي، راهي انا راه عرفت غير بالصدفه غير بالصدفه فاش كانت ديك المسابقه والروينه في الدار تما باش عرفت. وبغيت نقول لك قلتها لماما، قلت ليها نقول ليه، قالت لي لا. قلتها لميمة، قالت لي لا. قلت مع راسي انا نقول لك وانا نقول لي لا، خفت. انت يا راني انا الله كيف عرفت و يسحبش لي بابا. اسمحي لي انا بابا كاع ما كنت عارفه بحالي بحالك، ولكن ملي سمعتها عجبني. يرضى على بنيتي يرضى عليك. دابا كلكم كنتوا عارفين. ماما انا خليتيني اخر واحد، علاش؟ ما تظلمنيش يا فريد، كون بغيت نقول الحقيقه كون قلتها لك انت الاول. انا مكمداها في قلبي وساكته، ما بغيت حتى حد يسخر الخبر باش ما نهرسكش. هرسيني ولكن ما تعيشيني شيتي. فريد خليني اقول لك شو صار وقتها. لا لا ما بقيت باغي نسمع حتى شي حاجه. اسمعنا. لا ما بغيتش نسمع. فريد ولدي اسمح لي يا زعلان، ما تقولش هاد ولدي، وانت اللي درتيها لراسك. يا جماعه استهدوا بالله، احنا ما عرفناش كيف التقينا، واللم الشمل الحمد لله. فريد ده والدك. اسمح لي اسمح لي، انت سي وليد ماشي من الجهه ديالك هادي، ولكن راه بسببك باش عرفت بان الماجور دوم ديالنا هو با. شوف يا ولدي ماماك ما عليها والو، ما تحملهاش هاد المسؤوليه. انا ما باغي نحمل حتى شي واحد شي مسؤوليه، انا باغي نمشي في حالي، ما كرهتش نخوي على الدار.
فريد خليك ولدي فريد مع وليداتك، انا اللي خصني نمشي. اسمحوا لي الله يهنيكم. علال على وين يا علال؟ شكرا استاذ وليد، شكرا، بارك الله فيك حبيبي. سي علال دابا خاصك تيني لي داك التنادول بعدي منين؟ الله يخليك انت راه مسالي راسك. سي وليد شي سيلفي يا عمر؟ هلا وقت السيلفي؟ هلا خليك خلفي عشان اشوف علال. صيفطها لي طاقيني. ها علال علال على وين يا علال؟ اطلع لوسطك اطلع. لا اسمح لي بارك الله. لا حبيبي لا اسمح لي اسمح لي يا وليد اسمح لي. علال وين رايح؟ اطلع لوسطك. لا شكرا بارك الله فيك. كيف قدرت يا علال تعيش مع ابنك في بر بيت وما تقول له انك انت ابوه؟ كيف قدرت؟ الله يخليك سي وليد، هذا سر عائلي وما عندك شي واحد الحق يدخل فيه. احنا اصدقاء وانا جنبك، هذا موضوع انا اتركه علي انا بحله. انا صافي اشوف انا غلطت غلطه في حياتي وخلصت عليها الثمن واللي وقع وقع. يا حبيبي كل واحد منا بيغلط بس المهم يصلح غلطه. يا علاه شوف يا وليد الله يرضى عليك، القضيه ديالي انا موقع فيها ما يتصلح. صافي اللي اعطى الله اعطاه. خلي علي على المهم انا بحل الموضوع هذا. لا ما عندك ما تحل، ما عندك ما تحل. شكرا يا وليد، شكرا بارك الله فيك. بعدين ليش يا علي عم تعملني هيك؟ بتحاول تتجاهلني وتحاول ما تطلع فيه كل ما احكيك، وانا افتخرت انك حتفرح من قلبك لما تشوفني ونرجع نتذكر مع بعضنا صداقتنا والايام الحلوه اللي عشناها مع بعض. وانت تقول خيانه ذكريات يا خيانه مين يا علان؟ اطلع 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 بس وحياتي. المراه اللي حياتي كامله كتبان لي غير هي، الكلام اللي قالته كنقول لها هو كلامك هو الكبير. مربياني ما نغش وما نكذبش، تكذب عليا انا اكبر كذبه في حياتي. علاش؟ خلي غير ماماك تهضر بحالها. لا وانتي شحال حنا مزوجين، شوفي ولادنا قداش. تخبي عليا علاش؟ صاحبك انا كان سهل عليا باش نخبي عليك، كيفاش غندير نقز ماماك؟ شنو نوض صداع نفرتك هاد العائله؟ اللي قدرت نديرو راني درته، من بعد تفهم معايا انا تفهم مع ماماك دابا. لا 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 ما بقيتش باغي نسمعها كتهضر. حاجة هضري مع ولدك، ولدك راه خصو يعرف، راه ما ديش الليلة كيهضر بحالك، ديري راسك في بلاصتو. عرفتي شنايا مو تكذب عليه ومراته وكلشي صايك الخبار هو بحال شي ضحكة؟ عاودي ليه فسري ليه باش يفهم باش يبرد. واخا با كانت كتعجبو الموسيقى، كان كيحلم يولي فنان مشهور، الحلم ديالو الوحيد أنه يمشي لمصر بلاد الفن ويتعرف ويتشهر. أنا هادشي كنت عارفاه وقابلة عليه. ملي جاي خطبني من دارنا ما قبلوش، لكن انا وقفت وجههم وتحديتهم وتزوجت به. العام الاول ولدتك، عشنا مزيان بخير وعلى خير، ولكن علال ما نساش الحلم ديالو ما تخلاش عليه. من بعد ما درتي 5 سنين جا لعندي قال لي بانه بغى يمشي لمصر لانها هي البلاد الوحيده اللي كيتجمع فيها الفن كله. قلت له واخا تقطبي صغيره ما كنعرفش شنو كاين في الدنيا. ومن بعد قال لي غنجي نديك ملي نكبر ونتعرف، غادي نجي نديك انت ولدك زعما انا وياك. ها هو كبر في السن وما تعرف ما والو، ما دار والو. نزيدك ولا باقي؟ هذا الكلام كله غير زين، انت تبارك الله سمحتي انسان مشهور، صافي انا ما عنده باش يفيدني. علال انا بقد الصداقه وبحترم كل انسان بيحترم الصداقه. شوف يا وليد الله يخليك، هاد الكلام قولوا في شي ندوه صحفيه، اما انا ما عنده باش يفيدني. يا علال اعطيني سبب واحد انك تتكلم عني هيك بهذه الطريقه، اعطيني سبب واحد بس. صافي نسيتي ما بقيتيش عقل شنو درتي؟ شو عملت؟ قل لي شو عملت؟ هيدي الغاز ما بدي الغاز.
شحال هادي وليد باش تعرفنا؟ هادي تقريبا 20 سنه ياك. 20 سنه وكانت ايام صعبه ومره، وكنا برضو نتقاسم الحلوه والمره مع بعض يا علاه. قاسمنا المره، اما الحلوه عشتيها لوحدك في لبنان يا اخي. لكن ليش هيك عم تعمل؟ ليه عم تعملني هيك؟ انت غدرتي بلا ما تتودعني، بلا ما تقول لي حتى الله يهنيك. حشومه خليتيني انا مجلوق، كل ما لقيت شي داك رئيس الجوق اللي عاونني وخدمني معاه لو كراني كان سعاد مصر. ذكرتني بغني صديقي عبد الهادي بالخياط، اغنيها لك مساكش بيا ويش نعمل مساكش بيا. يا علال يا علال، برايك مين اللي كان يوصي فيك رئيس الفرقه؟ مين اللي كان يبعث الفلوس كل شهر؟ مين يا علال؟ كيفاش؟ قال مش عايزين صدمه، عايزين نروح لوتيل نكمل كلامنا هناك ان شاء الله. ارتاح انت وتهنى. الله يجعلني نثق. مسكش بيا وايش نعمل مسكش بيا، وعلاش علاش يكذبني وايش ما عنده ثقه بيا، وانا حبي يا ناس واضح وباين، واضح وباين وضوح الشمس في نهار جميل، واضح وباين واضح وباين طير بيا. كمل يا علال. تررم تررم مسافر بيا، تررم تررم كمل. طير بيا مسافر بيا، ما عارف لاين ما عارف لاين، حبه قدر حبه مكتوب، ماشي بديا ماشي بديا. كملي كملي يا ماما، شنو شنو طالب بابا في مصر؟ العام الاول كان كيسول، كنت كنعرف اخباره اول باول، بدا كيصيفط لي الرسائل فيهم قريب غادي نتعرف، قريب غادي نتشهر، قريب غادي نجي نديكم، قريب غندير واحد المشروع، قريب 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 قريب. الرسائل كلها اللي كان كيكتب ليا فيها قريب 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 قريب، وانا كنتخيل وكنحلم، كنتخيل وكنحلم، كنتخيل وكنتحلم. في واحد اللحظه عاد رسائله، ما عرفتوش فين مشى، تقطعات اخباره. شنو بغيتيني ندير؟ تسولي فيه؟ للاسف ما كرهتش. داك الوقيتة كان صعيب تواصل مع شي انسان وانت ما عندكش العنوان ديال. وتحكي عليا انا عندي 5 سنين تقولي لي باباك مات. شنو بغيتي نقول لك؟ شنو بغيتي نقول لك؟ نهرس لك حياتك؟ ننقضي لك على مستقبلك؟ ما يمكنش. نقول لك باك فرط فيا وفيك وخلاني وخلاك وتبع الموسيقى؟ جاوبني. عاد عرفت علاش ما كتبهاش الموسيقى، باش ينسيوك في الكتب ديالك ياك فريد. ماما كتكتب عليا، ماما كتبات عليا. خليه يقول اللي بغا، عنده الحق. حياته كلها وانا كنكذب عليه، عنده الحق يقول اللي بغا. عرفتي دابا غير تهدم، بقى انت وليداتكم راسك، انا اللي غادي نمشي بحالي. قول لهم زهر ماتت. لا ما عافاك. لا مي ماما غاتمشي حتى لشي بلاصه، كذبي عليا انايا، قولي لي هادو ماشي والديك، ما غاتخرجش من هاد الدار، ما غاديش ننساو شنو دارت علينا. طلعوا لبيوتكم. لا دراري كبرنا عليها، ما بقيناش دراري صغار كنطلعوا للبيت وكننعسوا. صافي يلا هراني يا ياقوت طلعوا. عمر عنده ما غاديش نطلعوا، حنا ما بقينا صغار، حنا ولينا كنفهموا. صافي بنتي يلا طلعوا لبيوتكم. ما طالعينش. طلعوا ما طالعينش. طلعوا لبيوتكم، سمعوا كلام باكم. انا غادي نقول لك حقيقه اخرى، انا ماشي ولدك، انا اخوك. عمر واش دابا هادي وقت فليا؟ بزاف ديال الدراما في الدار، بزاف ديال الحزن، بغينا غير نطفو الجو. حشمت نقول لك انا اختك. Thank you.
صراحة بقى فيها فريد لا سيتواسيون اللي تحط فيها ما ساهلاش حتى انت بقيتي فيها واش نقول لك هادشي راه كامل كيضرنا في قلبنا انا عارفه ما خاصش نتدخل في هادشي كي ما عرفتش علاش ما قلتيهاش ليه من الاول كان هادشي يقدر يفرح عائلتك ولكن يمكن يخربها انت حضرتي اليوم وشفتي كلشي على عينك راه من نهار عرفت على الباه وانا كندبس معاه قول لولدك الحقيقه ساعات تحت ما كيسمع ليا وزهور قالت لك الا بغيتو علال يبقى ما خصوش يقول الحقيقه لولده شنو بغيتيني ندير ما عندي ما ندير كيسا كانت عند بغيت نسولك ما ديرهاش ملي قلت الصواب قولي يا حبيبي قولي دابا علال الا بغيتك تعاونيني باش يزيني التنازل هادشي راه في مصلحه عائلتكم مبازي اختي وبازي اختي كاين شي بنادم ما كيحشمش انا كنقول بقيت فيك وبقى فيك فريد وعلال انتي شنقول لك الله يعطينا وجهك حيدي اختي حيدي واخا هي الصراحه في داخل قلبي واخا انا بنت غنقولها لك ما كرهتش وجهك وكان كيشبه لوجهك مالا جا العائله هادشي وي سي سامي سافا لا كون هاني انا والفنان الكبير ديالنا في الدار ديال علال ما تضربش الحصبة شوف التنازل غادي نجيبو معايا في ايديا بيا لا اش هاد الخوت كامل تحمرك شتي الكور اش كدير انت هنايا انا ملي كنتعصب ولا شي حاجه كنجي لي دارنا انا كنعس هنايا كنتكا هنا يا اجي بغيت نهضر معاك جي جلس تبارك الله باين عليك ولدك ديما تيقولوا عليا ديما في الدار هادي تيقولوا عليا انا بدكي شنو شربوا شي قهيوه لا اه انا نخلص نسيت مشغوله دابا عندي شي شغال خاصني ضروري نساليهم نعاونك تسالي يعني نعاونك لا 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 جو بونس با تقدر تعاوني لا جو بونس نعاونك الا جو بونس نعاونك هي بصراحه علال عندك معاه مزيان معلوم عندي معاه وزاد ولا عندي معاه علاش والو بغيت غير تعاوني باش يسني لي التنازل يسني التنازل تسنى عاوني على التنازل تسنى صافي دابا ياك الى سنى التنازل ساليتي بيان من بعد قهيو من بعد ديروا اللي بغيتي غادي تسنى دابا التنازل صافي تسنى التنازل دابا نجيب تنازل مسني عاد انتي تسالي ونديرو قهيوه حيت انت قلتي تعاون غنعاونك ولكن خصني ندير واحد القضيه غنحتاج منك دقيقه وركزي معايا ممكن نعطيك جوج دقائق خمسه لا غير دقيقه بغيتك تجلسي نقاد بغيتي ديجا نقاد غير خليك جالس ولكن غنحتاجك تسد عينيك وتنفسي مزيان هاك دابا ترى بصح حاولي ما تفكري في حتى شي حاجه غير في الشيء اللي غادي نقول لك تخيلي معايا شي كولوار طويل وفي الاخر ديالو كاين واحد الباب ملي كتحلي داك الباب كتلقاي واحد الشومبر بيضاء فيها واحد السيد شكون هو ديك السيد علال شنو غتلقاي في يديه تنازل ايوا سال عليك داك التنازل عليت عينك مشى التنازل ايوا سيد يلا الصح تقول بيني انايا هاي هاي راه ماشي غير انت اللي كتقولي عليا ذكي عرام تيقولوها عرام تنقول لك ايوا ولكن بالتنازل توخيني انا اللي ما عنديش شغل
دايره راسي في عائله مزنزنه. هاي 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 قصدي موراك الباب. عرفت علاش هاد الزوينات كيكونوا قباحات؟ دابا هاد سيكا افندي كان كل شهر ياخذ منك الفلوس ولا يفوت شهري عني. عجيب هادي. وانا داك سيكا كيتحاب لي انه اختارني في الفرقه ديالو على اساس انني فنان وموهوب. ما في مشكله، احنا ولاد النهارده ولاد اليوم على قول المصريين. انت عندك فرصه كبيره انك تسمع موسيقتك لكل العالم. كيفاش؟ في لحن انت عامله زمان، لحن اغنيه مغربيه نفسي اغنيه ونحطه باعلام مغربي. هادشي علاش جات عندي ديك البنيه ديك حسنه، جات كتساومني قالت لي غادي نعطيك 35000 درهم. شحال؟ لا انا ما بغيتش نقبض من عندها الفلوس، قلت لها لا عافيني انا ما عندي مغرب. لا المفروض تعرض عليك اقل شيء 500000 درهم. اويلي عادي عادي في الايام عادي. دابا هذاك سيك افندي كان كياخذ من عندك الفلوس مصر وهذه بغات تاخذها في المغرب، ولكن المهم هي جميله عليه. ما تتغير، طول عمرك بتحب الجمال وتحب الفن، ما تغير. اش غادي ندير؟ اللي فيه شي طبع راه كيبقى فيه. ايوا دابا قول لي شنو غنديروا مع هاد حسنه؟ خليها على الله، خليها على الله. والله لك وحشه يا علاء، لك وحشه كبيره يا علاء. شكرا حبيبي. الله يخليك، يعطيك الصحه يا رب. شوف انا راه مسلم حتى في واحد الصوره ديالنا ملي كنا مازالين اصدقاء. سبحان الله. انت شوف الله، شوف هاد الصوره ملي كنا مازالين شباب. كنت زي القمر انت هنا. وانت؟ وشايلها معاك يا علال، وانا اللي كنت فاكر انك خنت صداقتنا وخنت العشره. حاشا لله حاشا لله. اصيل انا راجل عاطفي بزاف. باين. مالو؟ طمني، بتطمن على ابنك وعلى عائلتك. ايه واش غادي نقول لك؟ معلوم كنطمن عليهم ولكن الله غد. خليها الله، خليها الله يا علال. دابا تزيان. فريد؟ عمرني ننسى العيد الزواج ديالنا صباح. انا كنهضر معاك وانت ما كتجاوبنيش. انا شنو درت لك؟ واش انا اللي